مكتوب مسجد المكرمة، يعني مكة المكرمة أو ماذا؟ هكذا يكتبون يعني. هم يعني أنا ما أعرف وما أفهم، يمكن من باب البركة أو إيش هذا. حتى هنا شوف يكتبوا الله محمد، هذا لا يجوز هكذا ترى أشياء. نعم. المهم أنت تنصح لهم بإذن الله. أيوة الله يوفق. هذا فصل الدراسي ما شاء الله. وهؤلاء الطلاب؟ نعم. الآن في وقت الراحة أو فسحة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا المدرس ما شاء الله. هذا فصل الدراسي هاشم؟ نعم فصل الدراسي. ما شاء الله. ايش يدرسهم؟ اللغة العربية؟ اللغة العربية ترجمة إلى ملاجوية. ليس كمبودية هذه؟ نأخذ عن طريق ملاجوية، والذي يعرف عربية هم يدرس عربية. ما شاء الله ما شاء الله. لكن لا يدرس اللغة العربية؟ يدرس قليل من اللغة العربية. يدي. ما شاء الله. وايش يدرسهم غيرها اللغة العربية؟ غير العربية هو ملاجوية. هل يدرسهم الصلاة، كيفية الوضوء؟ ما شاء الله. هذا هو التوحيد. ملاجران هذا ملاجوية. تمام. الله جدي كان ملائكة. يعني؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ملائكة. نعم هو الذي يخلق الملائكة. نعم الملائكة خلق خلقهم الله سبحانه وتعالى. تمام. ما شاء الله.